حول ما يحدث في غزة وحول تطور المشهد هناك معنا عبر الخط الهاتفي الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة. صباح الخير. صباح الخير يا أبيكم. أهلا بك. وبداية لو تحدثنا عن ما صرح به هنية مؤخرا أنها هناك 7 ملايين أو 7 مليار دولار أنفقت على المقاومة في غزة من إيران وتبعات ذلك. يعني هذا الأمر ليس جديدا، في أكثر من محطة أشارت حماس للأطراف وللجهات وللدول وللجماعات التي ساعدت المقاومة، ولكن تحديدا وجهت رسائلها تحديدا بشكل خاص نحو إيران، باعتبار أن هذه المسألة لاقت في كثير من المحطات جدل، لأنه التعاون مع إيران ودعم إيران كان مسألة خلافية في أطراف عديدة ترى بأنه ينبغي للمقاومة أن يكون حلفاء وأيضا بعيدين عن الإشكاليات اللي في المنطقة. بتعرف إيران وأدوارها في المنطقة. نعم أكيد، يعني وجود إيران يشكل مخاوف لدى أطراف. نعم لدى الأطراف، ولكن حماس ترى بأنه ينبغي الفصل بين هذه المسألة، وأنه ينبغي الاعتراف بالجهد وحقيقة الدعم التي قدمت إيران بشكل مميز للمقاومة وتحديدا حركة حماس. هنا الحديث بالتأكيد ليس فقط عن البعد المالي، ولكن أيضا إيران تنفرد عن باقي الأطراف في المنطقة لأنها مولت أيضا ودعمت بالسلاح وبتقنية السلاح وبمعطيات أيضا أخرى ربما لها أبعاد استخباراتية أيضا. نعم، في حال كان هناك حرب على إيران، هل من الممكن أيضا أن تحاول حماس مد يد المساعدة والعون لإيران، أم أن ذلك سيكون صعبا؟ حماس ليست بورد أن تمد يد المساعدة فقط من أجل دعم إيران في أي مواجهة، باعتبار أن هذه المسألة غير متكافئة، بمعنى أن إيران هي دولة كبيرة، دولة تخوض يمكن أن تخوض وحدها معركة مع دولة الاحتلال بمقدراتها وقدراتها وكرزانتها العسكرية، ولكن المسألة تعني أنه لن تكون حماس وكثير من الأطراف بمنأى عن أي مواجهة، باعتبار أنه ساحة غزة وساحات أخرى متشابكة في المواجهة، نتحدث عن ساحة غزة، ساحة لبنان، ساحة سوريا، وبالتالي ساحة إيران، وبناء عليه أعتقد أنه ستكون لدى حماس درجة عالية من الجهوزية حتى لا تتحول أي مواجهة عسكرية أو ضربة عسكرية إلى مواجهة إقليمية في المنطقة، وهذا الأمر الوارد وهو الأمر الذي بالمناسبة يعني يجعل دولة الاحتلال وجيش الاحتلال يحسب حسابات في هذه المسألة، هو خشية أن تتحول الضربة لإيران إلى مواجهة على عدة جبهات. هذه المسألة ربما يعني هذه الاعتبارات القائمة، وليس فقط من أجل أن تساعد حماس بقدراتها وبحقيقة حضورها ووجهتها كمقاومة، هي بالأساس لمواجهة الاحتلال وتحرير أرضنا، وليس لخوض حروب بالنيابة عن أطراف أخرى في الخارج. نعم، تحدث حزب الله مؤخرا وصرح بأن الكيان الصهيوني أصبح محاصر من كل الجهات، من قطاع غزة، من لبنان وسوريا، اليمن والعراق وكذلك إيران. هل يعني يبدو ذلك أنه إشارة بأن حماس أصبحت أحد أذرع إيران في المنطقة؟ شوف، هو واضح أن هناك حالة اصطفاف في المنطقة، بمعنى هناك عدو مشترك لهذه الأطراف هو دولة الاحتلال، وهناك أيضا أطراف تخوض يعني معركة التطبيع إن صح التعبير، ترى بالاحتلال جزء من منظومة من هذا الحلف، وبناء على هذا الاصطفاف طبيعي أن تحسب المقاومة، تحسب في غزة حماس على هذه المصفوفة، على هذا الحلف، وهو ما كان يطلق عليه سابقا وحتى اليوم تحالف المقاومة أو حلف المقاومة. ولا شك أنه الاحتلال في تخطيطه العسكري دائما يتحدث عن أنه إذا حاول أن يخوض مواجهة في المنطقة فهو بالضرورة سيوجه ضربات أيضا لأطراف أخرى يرى بأنها حلفاء لإيران، أذرع لإيران كما يسميه الاحتلال، وبناء على هذا التصور الإسرائيلي حتى العسكري أعتقد أن هذه المسألة حاضرة. أيضا
بشكل معاكس عندما تخوض غزة أيضا مقاومة. هناك خشية دائما من أن تنتقل نيران غزة إلى ساحات وجبهات أخرى، وربما كانت بعض الإرهاصات والإشارات التي ظهرت في خلال العدوان الأخير مايو الماضي في 2021 عندما تم إطلاق بعض الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه دولة الاحتلال خلال المعركة، وهي كانت بمثابة إشارة بأنه مستوى النيران قد يتسع ليتجاوز غزة، وبالتالي أعتقد أنه إمكانية أن تكون هناك مواجهة على عدة جبهات قائمة، لأن الاحتلال يرى بأن هذا إطار وحلف يفترض أنه عندما يفكر بعدوان سوف يتعامل معه بنفس طريقة الحلفاء أيضا. نعم، ولكن يعني حسب ما نشاهد على أرض الواقع الاحتلال غير معني بتصعيد الأوضاع في غزة، أطلق العديد من الصواريخ نعم خلال اليوم وأيضا في الأيام الماضية، ولكن كل هذه الصواريخ لم تكن على مواقع حساسة للمقاومة مثلا، أو لم يتم الحديث عن استشهاد أحد المواطنين، كانت كلها في مناطق نائية. ولكن على الجانب الآخر، هل تعتبر أن حماس جاهزة اليوم للتصعيد مع الاحتلال، جاهزة لعدوان جديد في القطاع؟ جاهزة لعدوان جديد صحيح، يعني جاهزة للتصدي لعدوان جديد، لكن أيضا المقاومة يعني لا ترى في أنه القيام بتصعيد هو طرف، مسألة طرف، وأنه مجرد اتخاذ قرار بالمواجهة مع الاحتلال هو مسألة سهلة، لا طبعا. المعطيات الميدانية والمعطيات وكثير من المعطيات الإنسانية والواقع الإقليمي، وكما أشرت الاحتلال عندما يفكر اليوم باحتواء غزة فهو ناتج عن حسابات مرتبطة ليس فقط بغزة ولكن حسابات إقليمية، وأبرزها كما أشرت في حد في سؤالك السابق هو أي جبهة يمكن أن يخوض عليها معركة. اليوم هو بوجه كثير من خططه العسكرية، وهو يتحدث وقادة السياسيين والعسكريين في الاحتلال بيتحدثوا عن سيناريو المواجهة أو الضربة لإيران، وبالتالي من مصلحتي أن يتم تحييد جبهات وتحديدا جبهة غزة إذا ما قرر أن تكون هناك أو يركز عدوان أو مواجهته مع إيران أو اتجاه حزب الله في لبنان. وأعتقد كما يعني في تجارب سابقة منطقة غزة، وإذا تحدثنا كمان بشكل أدق الضفة الغربية كمان، هذه تعتبر خاطر رخوة للاحتلال أكثر خطورة ربما في كثير من المحطات من المواجهة العسكرية التقليدية التي يرى الاحتلال بأن لديه قدرات يمكن أن تتفوق على المواجهة التقليدية وتلسانته حتى باتجاه إيران، لكن ربما يواجه وضع أصعب عسكريا وميدانيا رغم القدرات المحدودة عسكريا في غزة، وربما عدم وجود قدرات عسكرية ولكن في ظل مقاومة في الضفة الغربية تكون مهمة أصعب أيضا. وبناء عليه الاحتلال حتى اللحظة يحتوي ويسعى إلى عزل الجبهات إذا جاز التعبير ما بين غزة والضفة الغربية والجبهات الخارجية لبنان وإيران، من أجل أن يصل إلى النقطة الأولى اللي تفضلت فيها أنه هل يمكن أن تكون هناك مواجهة أشمل في عدة جبهات في لحظة واحدة. اليوم حسب توقعاتك أستاذ وسام، ما هي المرحلة القادمة القريبة على المنطقة؟ جميع الأطراف تحاول أن تستبعد خيار المواجهة والتصعيد، ولكن هذا الخيار يقترب مع عدة اعتبارات. يقترب لأنه وجود الاحتلال وسلوكه اليوم هو سلوك عدواني في كل لحظة على أرضنا، أولا ما يحصل في الضفة الغربية وحالة التصعيد المقاومة الشعبية وأشكال المقاومة الفردية، هذه مؤشر مهم جدا. نحن سوف نكون مقبلون في عام 22 على وضع ربما يكون حاسم في الضفة الغربية. غزة على مدار الساعة في حالة اشتباك، حتى لو لم تكن معركة الإعداد، قبل يومين لاحظنا كيف أنه يعني صواريخ خرجت بالقرب من تل أبيب أو على السواحل كادت أن تصل إلى حد المواجهة. الحديث عنه لا يمكن القبول بأن تصل إيران إلى عتبة النووي، هذا يعني أنه أيضا خيار مواجهة قائم وقائم بقوة، ودائما الحديث عن الساحة اللبنانية باعتبارها مرتبطة من خلال حزب الله مع إيران أيضا هذا خيار يجعلنا دائما نعتقد أنه لا يمكن أن تكون هناك تسوية لكل هذه الجبهات، والأقرب هو شكل من أشكال المواجهة، كيف تكون، ما هو نطاقها، مداها، هذا يحدد بالتأكيد معطيات الميدان والمعطيات السياسية. إذن ننتظر. نعم ننتظر معطيات الميدان. الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة حدثنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.